كانت الدنيا ظلاما في دروب التائهين، ثم جاء النور في بعث الكرام المرسلين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. موسى عليه السلام لما سافر وهاجر مع أهله في الظلام شاف نار من بعيد. إيش سوى موسى عليه السلام؟ قال لأهله امكثوا اجلسوا هنا وأنا أروح عند النار وأشوف إيش اللي عند النار، أجيب منها خبر، أجيب شيء من النار نطبخ عليه، نتدفى عليه، نتضوى به. الله عز وجل يقول عن موسى عليه السلام: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وفي آية أخرى: لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. موسى عليه السلام كان هو الذي يتحمل الأعمال الشاقة، ما يقول أهله روحوا شوفوا هناك النار إذا فيها شيء وارجعوا خبروني، لا، في الظلام المرأة ما تستطيع أن تروح، في أماكن في رجال أجانب ممكن يؤذون المرأة ما تروح المرأة، في أعمال شاقة ما يتحملها إلا رجل قوي ما تروح المرأة. موسى عليه السلام هو الذي ذهب إلى النار، هناك ظلمة، موسى عليه السلام هو الذي ذهب في الظلام، قد يكون هناك دواب ممكن يؤذي الأهل، خلى الأهل يجلسون وهو ذهب إلى النار حتى يعرف ما الذي عند النار أو يأتي بشيء من النار إلى أهله. ولو نتذكر موسى عليه السلام قبل أن يتزوج شاف البنتين وهم يحاولون أنهم يسقون، يحاولون يأخذون من البئر الماء، إيش قال موسى عليه السلام لما شاف الفتاتين؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. حتى يروح الرجال إحنا نسقي. طيب ليش ما عندكم رجال؟ وين الرجل اللي يحمل الأعباء؟ عندهم عذر مباشرة، قالوا وأبونا شيخ كبير. هي عذرنا أن أبونا شيخ كبير، ما عندنا رجال يأتي ويسقي مع الرجال، بس ننتظر الرجال حتى يروحوا بعدين إحنا نجي نسقي بعد الرعاء. اليوم شوف كيف يحملون المرأة أعمال لا تطيقها، أعمال لا تطيقها بحجة تحرير المرأة، أعمال ثقيلة على المرأة بحجة حرية المرأة في اختيار عملها. تتوظف المرأة عاملة تشيل أغراض كبيرة ولا صناديق، ولا تتوظف في ورش صناعية، ولا تتوظف في عسكرة وتتوظف مع العسكر والضباط والجنود، هل الوظائف هذه والأعمال هذه تناسب المرأة؟ اللي يقول هذا هم النسوان يتزاحمون عند الوظائف لما فتحنا العسكرة، ويتزاحمون عند الوظائف لما فتحنا الورش الصناعية، ويتزاحمون عند الوظائف وهي تشيل الأغراض ولا اشتكت. أنت ليش تشتكي؟ أحد وكلك أنك تتكلم عن النساء؟ ترى النسوان ما جوا على هذه الوظائف إلا من العوز والحاجة، لو ما هي محتاجة ما جت تشيل الأغراض مع عمال أجانب. ومن أراد الخير للنساء يعطيهم أعمال مناسبة لهم، يعطيهم أعمال تناسب قدرتهم، يعطيهم أعمال تناسب حالهم، يعطيهم أعمال ما يتزاحمن مع الرجال في أعمال قوية وأعمال شاقة ويسويها بالرجال ويقول والله تحرير المرأة وإحنا نعدل بين المرأة والرجل. أنت بهذه الطريقة تظلم المرأة. ليش ما تعطي المرأة راتب باسم مربية، وظيفة باسم مربية، تربي أجيال وتربي الأولاد ويأتيها مكافأة تسد حاجتها عن الناس حتى ما تطلع على الأعمال الشاقة إذا كنت حريص على المرأة. اللي حريص على المرأة يتعامل مع المرأة كما تعامل الأنبياء مع النساء، فالأنبياء قدوة وفي قصصهم عبرة. ذكرنا في الحلقة أن المرأة لا تذهب للأعمال الشاقة، من أين استنبطنا هذا الأمر؟ أجب عن السؤال في التعليقات بشرط أن تكون الإجابة قبل نزول الحلقة التالية، ومن نضع عند إجابته علامة إعجاب يكون دخل معنا في سهم بناء المسجد.